يبدوا في المطار وخلوه بشكل احسن مطار القسوم الاقليمي. بس في مشكله بسيطه انه ما فيه رحلات مباشره من حفر باطن لتبوك، يعني لازم يكون ترانزيت للرياض. فنتمنى ان يكون فيه رحلات مباشره لتبوك او الى الدمام للناس اللي عندها مواعيد من حفر باطن، عندها مواعيد في الدمام. ما في عندنا رحلات مباشره للدمام مع انها قريبه يعني فيها زي الرياض. اتمنى بس اضافه رحلات جديده من القسوم القصيم الطايف للمناطق الثانيه علشان تروح دايركت، يعني بدل ما اروح للرياض تاخذ وقت اكثر. وطالب الاخوه في مطار القيصومة بعد ان اصبح مطار اقليمي تكثيف الرحلات الداخليه وزيادتها عن الوضع السابق، ولكم جزيل الشكر.